لا تنسى أبدا ذكر الله. الله الله الله. فالعابد لا ينسى مولاه. الله الله الله. لا تنسى أبدا ذكر الله. الله الله الله. فالعابد لا ينسى مولاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحاوي أن فرجاني تضاد كنا صاب سنة فائدوا يمك ذكرك الله أولي هاي أن هروس وشنا أنا كسق قدرنا كتابك الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن سوق قدرنا قدرك أفرنا أفرتناد فائدوا يمك ذكرك وحاكم ده أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته. ذكر قلبك يبراروشيا أو هرداد أو كتر كبراروشيا وحو كتوسيا لا مدود كيادار الله أو كتر قلبك مركو إلهي ذكر سيلمانسان يهي هدي آد إلهي ذكر صلاة ما دا قلبك هرداد غفلة كتر يوتوسيا ذكر إلهي قلبك هدو سيحضو أو يعني غافل نقضو ذكر إلهي هلمامو وحادا فايسا فائدوين يتجاروين آد أبادان أو حقيس آخرة أي حقيس أدون بلا بلا با سيدا أبادان روحا سيساقا هدو ذكر إلهي وتدارو وايو الروح خساري وتعب خساري هدو لكن قلبك وطوصو أو ذكر إلهي كتوصو ذكر إلهي نقوها هذا قلب عربك وحو روحا سيوغانا يا وحي دافي انتو غفلة يا هلمان كوتر وحي دافي فايدا وغانا يا كدي من وحو اسكودا يا انو قنت قديش اسكاديغو او او دقاقو او انت عمر جيسا كهرسن او كنو لي عمر جيسا ديكر الهي كان دباتاق وحي دافي ان ارنتا سنا ان مهل كريو روحا الهي ديكر جيسا كوحنين هاي الغفلة يا هلمان كذكر إله الروح هلمان سيني هاي وهردع علص أو شيطان كبستو كدل صاري ويان إن أد كجذب تنا وحق إن أد فرصة واسعة إن أد إلهي ذكر جس الله تمادو قدرك كوبيا فرتناد فائدوين كذكر كم دو حويان أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون. ذكره وجد دلنا إسا أقون إلهي أدوية لتو إيا أحوال كبدل أنت أدمرك أكتر تعداد ذكر إلهي الحرير للهين وانا طي أحد حيتين ويددالك بحيان ذاتك إلهي إنا يرده سجادان ربا إنا أدمرها في عن ذكر غلغل أدقادنا مسهلنا إلى ذكر غلطي مادو ودقيد ذكر أدقلب غاوك بيرتو مركز طي مركز جيداس ذكر قلبك كويناتو حيث دادنا قلبك اي سفي عنو قبصدان وحااد وينانا يمرها اتكيه ليسو جيداس ذكر قلبك ان كل حبارتي اخرية ادومبا ذكر مركا الروح وحوصية وكرشا مقاماتك الروح الهي اكتس او كاريو اقيمها بدان دمانتهد ان مركو برارغو وحو برارغو انو الهي توحيد كيسا تحقيقيو توحيدك مركو تحقيقيان وحي توحيدك كدلنا يا خيرا انو لي مادو ذكرك مركا وحو اصل ويهي مقام كستو او شرف لو روحو قاريهم يو ويهي اصل وكو استاغو ايا قاعدي ايا اساس وحلوض اللسو ويهي سيدا دربي عم الدير مركا ديسا مقورا ديو السابا فاونداشن عدو سميسو اساس وغو سميسو اذا هادو أدوانك أو سنبرا رغن أو قلبك سو سن ذكرك إلهي كبيرين أو مدوح عينا كبيرا ذكرك أو قلبك سلاحين منازشة أو روح قوينة أو مرأي إلهي إنو قارا أو ربما قارا لكرايو أرين تاين أد قارنا وحكو حران تاي أو تسيرك إيا صعدك إلهي أو صعدك أد كسيها يسطو إنا ذكرك إلهي دائمتو محايا ري غفلة إيا هلمانك ذكرك إلهي أما هو قلبك أنو السيحدة أو نهردادك عن أما هو الانتبا قطب كان لبي أفرتناد كم إذا فائدوين كذكرك وحويان روح ذاكرك إلى حصية وحقود ويا هاي روح أحدك وحصية الله روح بر روح أوجعله ودوا هذا إذا مر هذا إلى حسك يذكر يسعى القربك عربك وكبنا يهيم وحقود ذا هاي أحدك هذا حصية سو
كأذ حسي سنة مركا وكودا وانايا وكوزودا وانايا معيداس إيادا ملجرن كاس إيادا معو كليا إلهينا ومعي خاصة وان أهين معيادة علمك إيا حاضرة عام كإلهي وحوال بأكور قبل أن هين ومعي إيا لجرن خاصة وانا معيادة أما لجرن كإلهي إنو كودا وادو إناد أولياد إلهي كم من نغطو إناد محبة إلهي آدقادو إنو إلهي كوغرقارو إنو إلهي كوافاتشيو وحي أورالي كيهي معيادة هساي نغونا سأياد هليسا مركاد إلهي ديكريسا آد باديسو إلهينا آدو دواتي إلهينا وكودا وادو سيدو إلهي ويلي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إلهي وحو لجرا كوا الله كعبصدي سماهنا سمايا إحسان كان وانك صاد الله وحويان أنت عبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن إلهي وحو كلو إلهي والله مع الصابرين إلهي وحو لمعي هو لجرا ضدك أتكيستا ومعي خاصة مركا وقونا وآه معية القرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق إلهي وحو كلو وإن الله لمع المحسنين لا تحزن إن الله معنا إذن روح ذاكرك قلبك أفرتن يلا بعد روح ذاكرك أحدك وحسي يولو يهو إلهي روح مركا ذاكرك إلهي معيدي سنسيب وين بكله سيد حديثك حديث القوسي وكسورته أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته أنا أدونك إيقام عيسان أهي إنت أوي حسي بشيه ميه سودق لغاقان حسك إيقا سياس حديث القدسي وكل يا ربي سبحانه وتعالى إن كستو إن بخاري إمام البخاري تعليق وكاد حديث كان في صحيحه إن ونكو موصول وكاد كتاب كيس خلق أفعال العباد ابن ماجه وصوصار أحمد ابن المبارك في الزهدي يا غيرهم حديث كنا ابن حبان وصحيحي ابن إمام ذهبنا كما تقين دار قدنا كتاب كيس خلق آد وقاه الله مركا حديث ك وإله إلي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته حوير أنو أدون كيغان لجرا إنت وحسي اللبديس بالشمونة ذكري درتي أي أرغ رغاقيان مرة داد معي داشو وإلهي معاق ونغدان أدون إي آخرابة والغوف اللاضي إذن معي دا إيادة إلهي معاق يهي معي أرغان تماله ومعي خاصة وروح محسن كمتقيا إلهي أوسينا يو عبارتنا لو ما صفين كرو هي كلماتنا لو ما صفين كرو مع معيداس صفنا لو ما بتلمام كرو لكن وحلو جرا مركا ذكر إلهي بديسو يا واحد هلا يسار ردن جوني وقلبي قاعد كه ليسو ذكر إلهي معاني دقولي هاي هي في عنا أنت قولي هاي والروح ذكر إلهي بدي سبحانه وتعالى لكن واحد شرط يا الروح عقيدة ليسو إنا صحيح تاي عقيدة صافية إلهي كحصيو عقيدة فاسدنا إنه إسكا إلاليو قضب كصدح يا فرتناد وحويان فإذوين كذكرك كمدة روح ذاكرك وحول أجر يهي يعني روح داد حريي روح حول بحيي روح داد مجاهدين وجهادك ربي كتيرا كالميي وقاديد ساري وحول لمد يهي وكفل لبدين وليبنا عدو انتو روح لقل ما انو السيف كلادا لكفل لبدن يهي سيدي هراء نغوصة ومرتين ألا أنبئكم بخير أعمالكم عند مليكم وازقاها عند مليككم إذن ذكر إلهي وحب ضنبو فإذو يمو الله وحب لمن يهي الروح داد حري يوكلي روح مجاهد تاين قرب سي يوكلي روح انتسو وناقع لقال يا حديث كان رانسو مرئي وأها من قال في اليوم أتمر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي الحديث إذن حديث كيقلان دوان صوم رئيسا ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب ورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله نبو حولي ما إذن شيغا أعماشي نوحو خير بدن الله أكتسنا أغن نذيفسا درجات كينا آخرنا كور إذن قاديا إذن كخير بدن إنا العقنو ديو تدهبات بحسان إذن كخير بدن إنا العدوين إنت لك لكولانتان إذن كو مجاهدين
iyaguna ay seefta idinka aslaan idinkuna seefta aad ka aslaataan qoorta iskuysan ma idinka warama waxa soo dhan wax idinka khair badan saxaabadi way yaabeen waxa rasuulalla waxaan nooga waraman iska dhaaf nooga waraman waxa soo dhan waxa ka khair badan buuli ama ugu khair badan dhikrullah wa ilahi dhikrigiisa subhanahu wa ta'ala idan dhikru waxyaabo badan buu leeyahay sidaasuna nabigu u tilmaamay qodobka afartan iyo afaraad ee ku saabsan faa'iidooyinka dhikri waxa weeyaan dhikru waa shukriya madaxiisa ilaahay kuma shukrin adoon aan ilaahay xusin bayhaqi sida uu soo ororiyey zayd bin aslam kasoo ororiyey waxa uu leeyahay muuse calayhi salaam yaa wuxuu rabbiyow waa nabiyullaahi muuse waad ii nicmaysay wax badan baad ii nicmaysay bal waxaad itustaa nicmada aad isiisay shukrigii iyo waxaan kugu shukrin lahaa aan in badan kugu shukriye ilaahu itus buu yidhi waxa uu ilaahay ku yidhi uu leeyahay subxaanahu watacaala udkurnii kahiiran in badan ixus faidaa dakartanii kahiiran haddaad in badan ixusto faqad shakartanii kahiiran in badan baad igu shukriday waidaa nasiitanii faqad kafartanii haddaad dikrigayga nicmooyinkaan kuu galo dikriga aad ilowdood idigu ixusi weydana dee nicmooyinkaan kuu galo waad ka kufriday xadiidkaas imaam bayhaqi yaa shucab aliimaan kusoo saaray ibnu abi shayba fi lmusanaf kusoo saaray ibnu mubaarak baa fizudu kusoo saaray ninka la yidhaha ibnu abi dunya min ariiqi buu isaguna kusoo saaray xadiidkana waa laga hadlaa taqriiban caaishana waa tiilaad radi allahu canha markay nabi ka waramaysay kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam yadkuru llaha tacaala calaa kulli axyaanihi rasuulku wuxuu ahaa allah mid xusa xaaladihiiso dhan iyo waqtiyadiiso dhan ilahay buu xusi jiray xaalad ay ka soo reebtay uuna nabigu ilaahay xusi jirina ma ay jirto arrintaas waxay ku tusaysaa yacni dadaalka uu nabigu ku bixinayay dikriga ilaahay hadduu dahaaro qabiyo hadduu janaabo leeyahay intaba ilaahay inuu xusayay ama markii xaajo gudanaya dee qaabka ilaahay loo xusayo nabigu ina baray oo ah markii la galayo in acuudu billahi min alkhubuth walqabaadi la yidhahdo marka laga soo baxana khufraanaka la yidhahdo xaaladda laakiin xaajada aad gudanayso inaad is ilaaliso oodan wax dikri ku halin waa shay madalab sharci ah laakiin qalbiga inaad ilaahay ka xusto lama kahanayo xataa xaalada iyada ah laanna wuxuu ilaahay kuu nicmay kuu galay aan wax lasoo koobi karaba ahayn macaad binu jabal markuu nabigu la dardaarmayna radi allahu canhu wakiil ahaa macaad kulahaa wallaahi yaa macaad inii la xubbika macaadow allan ku dhaartay waan ku jeclahay falaa tansaha iloobin an taquula inaad tidhaa dubra kulli salaatin salaad kasta marka aad dhamaysaed ka baxda gadaasha inaad tidhahdo allaahuma acinnii calaa dikrika ilaahow dikrigaaga iigu kaalmee wa shukrika inaan kugu shukriyana allow iigu kaalmee wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaageeda iyo wanaajinteeda inaan la imaado allow iigu kaalmee yacni ilaahay saddex shay buu ka baryay oo nabigu baray mucaad wuxuuna u sheegay inuu ilaahay jecel yahay nabigu uu jecel yahay mucaad ruuxaad jeceshay markaa dikrigan u sheeg oo ah inuu yidhaha ruux allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika idan xadiidkan waxaa lagu jamciyey dikrigii iyo shukrigii siduu ilaahay baa ugu jamciyay aayad qur-aan uu yidhi faadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun ixusa waan idin xusayaa nicmooyinka galadahan idin galay iigu shukriya oo ha igu kufrinina idan dikriga iyo shukrigu waa kulanka iyo barkulanka sacaadada iyo liibaanta aakhiriya adduunba qodobka shan iyo afartanaad ee ka mid a faa'iidooyinka dikriga waxaa weeyaan khalqiga ilaahay ruuxa ilaahay agtiisa ugu karaamo badan ee ugu maamuus badan ka mid a welibana dadka ilaahay ka cabsado waxa weeyaan man laa yazaalu lisaanuhu ratban bidikrihi ruuxaan carabkiisu ka zuulaynin inuu ilaahay xusayo carabkiisa inuu ka qoyan yahay dikriga ilaahay aan ka zuulaynin ruuxaas waa ruuxa ugu cabsi badan amarka ilaahayna ugu qaadasho badan nahyigiisana ugu tagid badan shacaarkiisa iyo maradiisa hoose iyo dareenkiisana wuxuu ga dhigay dikriga ilaahay marka taqwadu waxay ruuxa u waajibisay jannada inuu galo naartana uu ka badbaado thawaabka uu ruux raadinayana dawaaba kaasba dikriguna wuxuu u waajibiyey inuu ilaahay u dhawaado oo ilaahay agtiisa ahaado waana mansilada ruux inuu gaadho loo baahan yahay addoonkuna uu ku dadaalo idan
maanta waxaan jeclaa insha allahu tacaala inayna waqti dheer sii qaadanin lixda qodob inaan ku soo ururino kelmadeena maanta kadibna aan halkeena ka sii amaqaadno. Jazakum allahu khayran. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.